سرعة المكنة الأولاني. تعليق نظرك طابوا قولوا لنا في التعليقات عملت معاكم ايه؟ باينة حاجات كده غريبة. لا اتوقع التاني. صح الناس تشوفك من بعيد بتعمل حاجة حلوة تقلدك من غير ما تعرف، تديها النصيحة تعمل نفسك ايه؟ نصحة عليك ما احنا عارفين. انت بتشوفني من بعيد وتروح تنفذ من غير ما تقول لي. ليه 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 الكلام ده؟ ليه بقى؟ تقدر بقى انت تحل لي تقول لي ليه الكلام ده؟ ده اللي عايز منك كده. اللوست هشام والله قال اللي مؤاخذة يعني تمسك العربية تجرحها بإيديها. تجرحها تجيب مسمار كده وتجرحها عشان تشوفها دي فابريكا ولا مش فابريكا. بقول لك صح يا صاحبي، هو الفليتو ده اللي هو الفليتو ده كله بيبقى طري ولا في فليتو بيبقى ناشف؟ لا هو الفليتو بيبقى طري. طيب يعني هل في طريقه نعرف الفليتو ده بتاع بلاد ولا معمول؟ لسه بنتكلم منها. بس هي هتاخد زي شغل زيها زي العيون الجديد. واكتر كمان واتعب واشقى. تنصح يعني اللي معاه عربيه كنبه يبيعها؟ يباع غرده بقى يعني. وصلت ان هي شغله مش قديك تمن، وصلت ان هي عايزه تتشد وهتصرف عشان يرخص الكلام ده. لا يبيع خرده قرنيه ولا اي حاجه، هيسلم النمر وهيبيع خرده. يروح المرور يشوف الكلام ده احسن ما يقعد يصرف عليها تمنها. صح يشوف هي بكام. لا ب 12000 جنيه. هي دعوه، هي هتاخد شغله ب 12000 جنيه مش انا. ليه؟ ما خلاص ما خدناش دقيقه الحمد لله. تسلم. نص ظبط ولا علمنا المكنه ولا حاجه ولا اي ولا بوظنا ولا الله نهار صاحبي. تسلم ايدك يا مرجله. الله نور يا نزيح. الصنفرة كام دي يا صاحبي؟ دي 2300. الله عليك. ايوه كده ابو قديم بتاع زمان. الكاوش الشريقة بتسحب بيها المية؟ اوف الله عليك. تسلم ايدك يا نبغى يا فريق. لا انا ارسلها عليك يا عم احمد. دي مهنه مش حته ده طبعا. ماشيه بالنيه ولا ماشيه بالبنزين؟ بالنيه غالي. ها؟ بالنيه غالي بالنيه. ايوه. الله عليك. الصنعة كلها احساس ورقة ومشاعر. كل احساسك عالي كل ما الشغل بتاعك يبقى كل ما احساسك بقى مفيش احساس خالص. بس اهم حاجة المكسب والخسارة برضه يا صاحبي. امبارح كان واحد صاحبي تحت البيت شغال في عربية فيها كندا. اللي هي العربيات اللي مدل سنه 80 دي. البارومه ضربها واكلها وبص مفرتكها وعمال يعني يلحم ويعمل وتاخد منه اكسجين وحالتها حاله. مشكله اللي هي وتيجي تبص للمرمى الاول يا عم دي قطعيه تتلحم كده وتتقطع كده وخلاص.
تيجي بقى تشتغل فيها تلاقي نفسك بتطلع من فحره بتقع في حضيره موال موال تقطع حته كده تلاقي البالونه شارحه هنا تشرح معاك والاكسجين غالي والدنيا غاليه وهي عربيه في اصل الاخر مش هينفع تاخدها بسعر غالي لان هي اصلا ثمنها كلها على بعضها ملهاش ثمن يعني عربيه عرفت صوبها تقريبا بتعمل لها وهي جديده ومشدوده بتعمل لها 40,000 جنيه هي كنبه بقى وفي قلب بعضها دي هتعمل لها ايه؟ لا اعرف ناس بتشرب كميه على العربيات ها؟ بس عربيه واحده عربيه 32 اه كنبه في الاول في الاخر صارف عليها اكتر من حقها مرتين اه قول لي انت بقى ده دي دماغك يعني هي اصلا معدنها خلاص ضربته التاكل طبعا ايه بقى انت هتعملها هتقلبها بي ام يعني مثلا هي كنبه مهما تشتغل فيه كنبه بتاخد خامات ما بيبانش عليها هي اي عربيه كربريتير خاصه طبعا وعربيات بص تلاقيها 500 صنايعي بتاع السمكاره يقول لك روح لبتاع الكوالين وبتاع الكوالين يقول لك روح لبتاع الشداد وبتاع الشداد روح لبتاع الازاز وبتاع الازاز روح لبتاع الفلتر ايه يا عم ده ايه ده كل حاجه ليها واحد مخصوص وكل واحد بسعر وكل واحد بثمن كل واحد بثمن ايه يا عم انما العربيات الحديثه هو الميكانيكي خلاص بيخلص لك العفشه بالدبشه كله على بعض انما ده لا ده لا بيشتغل في ال 28 بس لا بتاع ال 27 بس لا ده بتاع البيضة والحجر ايه ده؟ اولها في الاخر هي صنع بس هي عشان ايه؟ في عربية اشتغل فيها واشقى ما فيهاش فلوس وفي عربية هي اياها ونفس البرامة اشتغل فيها وفيها فلوس يعني العربية اللي بقولك عليها دي كلها سوى ومتاخدة بثمن اصلا دهان ضعيف وعايزة شغل طب قول لي انت بقى ومش هينفع اخدها بسعر عالي لان هي اصلا ثمنها 40,000 جنيه هتاخدها انت بقى ابويا وسمكره ب 15,000 مثلا ابويا وسمكره وشويه البرومه ده لو ومبلغ قليل بس لو اتغرت بكده هيبقى تلت ثمنها اكتر من التلت كمان راح في ابويا وسمكره وقبل ما تروح ترخص وبتاع قول لي انت بقى يصرف ايه 70,000 جنيه؟ لا ما تحصلش يا راجل لا العربيات القديمه دي حاجه من الاثنين يا اما تترفض اصلا يا اما تتاخد وتاخد على حنطورها كده تتقلب ما ينفعش اعمل فيها شغل صح يعني عارف الحته اللي بقول لك عليها البرومه اللي في الارضيه بتاع الدواسه دي عايزه بعد الفيلم بتاعه ده تتصنفر وبقيه الصدى ده تشال وبعد كده تاخد ايبوكسي برايمر وبعد كده تاخد اندر بودي والفيلم ده نفس الفيلم يتعمل من تحت قول لي انت بقى كل ده على حساب مين ان شاء الله؟ بلا وبكام؟ وبكام؟ على حساب حته دواسه صاحبها عايز يعملها اصلا ب 200 جنيه؟ أوكي. قول لي بقى وعايزها تغير تفصل لها حته حديد عشان اللي باظت مش عارف ايه؟ بكام يا عم؟ في الاول وفي الاخر هي ايه؟ لا وياف ويستلم وعايز السوك ايه يا عم؟ هي تمامها ما ينفعش تتعمل صح. هتتعمل صح ده هي ده عايز ابويا لوحدها ابويا بس وكابينه 3000 جنيه ده ابويا وكابينه غير بقى الفيلرات وغير مش عارف ايه وايه 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 وغير الكهرباء وغير الكهرباء والشقه وعربيات بتاخد شغل مفيش حته فيها الا لما بتتمعجن وتقعد تسوق وتعمل مواد في الاخر يا ريت بيع في الاخر انت هتيجي تبيعها هي عربيه كنبه لا وتقول لي بيقول لك ايه يقول لك يا عم مش مديك فلوس يعني مثال العربيه دي انت تقريبا متفقين عليها بحوالي بتاع 3 4000 جنيه ولا حاجه كام بقى صنايع اشتغل فيها كام يوم وجبت لها انت فيلرات قد ايه ومعجون قد ايه ويا سلام لو وقعت بقى في ايد واحد اللي هم بيحبوا يحسوكوا دولت ينام فيها ويبلط له شهر يخسر يقعد بابا يعني يقول لك بقى مش لاقي ادفع الايجار ومش لاقي ما هي عربيه لازم تتاخد على حنطورها مضروب بيها الارض ايوه تيجي تتكلم مع مين ولا تتكلم مع مين
عارف هناك بقى في السعودية بقى وفي البلاد العربية؟ اه لا عربيتين خبطوا ببعض. انت هنا؟ لا اتخبطوا ببعض عربية اشارة ولا حاجة ده وقف ولا ده وقف. يعني نقف يسلموا على بعض والدنيا زي الفل وتلاقي ايه؟ التأمين جه ومش عارف ايه؟ دي شايل. استنى هنا يا نهار ابيض لو شفتك رايح على التاني شفتك رايح على العربية وين يقتلوا؟ يقتلوا؟ لا والطرق برضه ليها عين هو محمد طبعا معلش ما تلاقيش ايه هناك ما تلاقيش بس بره في حكايات رشه ومش رشه والكلام ده لا 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 هنا بس كده هناك كتير على طول ما طب اقول لك الحاجه العربيه الكنبه اللي هي اللي بقولك عليها الفيورا ال 27 دي فابريكا من جوه بس فابريكا وضربها البرومه كلها من جوه قول لي بقى ايه فابريكتها دي ان شاء الله بقى؟ لما تيجي يقول لك العربيه فابريكا يقول لك ده فابريكا اه يا عم اللي متاكل يا بابا العربيه من جوه مؤمن بيقول لك قصاده وبارومه ومتنيله على عينيها والراجل يقول لي دي فابريكا فابريكا ايه يا عم؟ انا رحت بصيت على العربيه عشان اشتريها اه كانت عربيه جدا اه تمام المزة القديمه ال 23 والكنب ده قال يا عم عربيه فابريكا مش عليها انا بصيت من الشنطه شفت المؤاخذة الطوب اللي في الأرض. اه. من كتر البارومة واكلة الشنطة واكلاها. واكلاها دي عاوزة دواسة أصلاً كان عاوزة تتبع كلها. اه. ما هو إحنا كنا بنعمل في الدواسة اللي بقول لك عليها ديت. لقينا في الدواسة عند السواق اللي هي اللي من قدامنا أهو والدواسة من قدامنا لقينا شق يعني لو راكب معاهم عيل صغير في العربية ولا حاجة ممكن ينزل تحت الكرسي. يفتح. يا جدع أنت فاتحة. مش شرخ فاتحة تدخل فيها ايدك كده تدخل بقى فرن وتدخل ده وده 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 وقول لي انت بقى فرن ده فرن اصلا تدخل في الكرسي مثلا يعني عشان ما تتعورش اه احنا لك فابريكا بص اهو الصدى اهو صدى بلاد اه ده كلام فاضي لا وفي ناس تبقى لما مؤاخذة يعني تمسك العربية تجرحها بايديها الجراحه تجيب مسمار كده والجراحه عشان تشوفها دي فابريكا ولا مش فابريكا اه بقول لك صح يا صاحبي هو الفليتو ده اللي هو الفليتو ده كله بيبقى طري ولا في فليتو بيبقى ناشف؟ لا هو الفليتو بقى فيه طري طري يعني هل في طريقه نعرف الفليتو ده بتاع بلاده ولا معمول؟ بالتالي لا لا طبعا هو الفليتو انا هتنغز بيه مثلا هيقول لك انا فابريكا ولا انا هو الفليتو كله حنين كده زي المطاطي ايوه بس كده قلت له انه مضروب قوي لا نور عليك يا صاحبي تسلم ايدك لا اهم حاجه عندنا الجوده ايوه الله ينور عليك يا صاحبي انا بدات تتزجيل اهو بقول لك كنا لسه بنتكلم من بس هي هتاخد زي شغل زيها زي العيون الجديده اه واكتر كمان واتعب واشقى تنصح يعني اللي معاه عربيه كنبه يباعها غرده يباعها غرده بقى يعني وصلت انها بتاخد شغل ومش هتديك ثمنها وصلت انها عايزه تتشد وهتصرف عشان يرخص الكلام ده لا آه. يبيع رخ خرده والفلوس اللي هيصرفها عليها يشتري عربيه شكلها ولا باع خرده كده ما فيش اي مساله قانونيه ولا اي حاجه هيسلم النمر وهيباع خرده آه. يروح المرور يشوف الكلام بس ده بس كده هيسلم النمر احسن ما يقعد يصرف عليها ثمنها صحيح اه يشوف هي بكام وهيصرف وكان هيصرف كام مليون جنيه عليها وهي في الاخر ايه كنبه الصراحه كان ويجيب عربيه ماسكه نفسها بالمصاريف كنا لسه بكلم انا مؤمن في الموضوع ده عربيه امبارح كنت تحت البيت عندنا واحد صاحبي شغال فيها اللي هي الفيورا دي اه بمعنى الكلمه عادل كنبه وبص متاكله من كل حته حلو انا بقى لو واحد زي عادل هيعملها بوه هياخدها بكام بوه يا الله ينور عليك انا عن نفسي هعملها ب 12000 27 بقى زستافة بي ام دبليو واقفة قدام مني انا هعملها ب 12000 جنيه اه هي دعوة هي هتاخد شغل ب 12000 جنيه مش انا اللي هتجاهل ده احنا حسبنا خامات لوحدها بثمن اه بكام خامات لوحدها دخلنا ولا بتاع 8000 جنيه حلو وانا اقل حاجة 8 زيهم مصنعية اه اقول لك حاجة يبقى دي حق العربية بتاخد وقت وشغل عادل اكتر من ال ده بند الدهان اكتر من بتاع ده من العربيات الحديثة خش على السمكرة عايز كام سمكرة 7 8 10 اه
دكتور. خش في السيروجي ده عايزه لوح دواسه في الارضيه كلها. خش في السيروجي عايزه كام؟ 5 6 7000 جنيه من الصالون. خش على الكاوتشين فيها فردتين وعايز 20000 جنيه كاوتش. غلطان اللي هي بقى ثمنها كام؟ هي عامله 40000 جنيه. هي عامله 8000 جنيه. ايوه سعرها فعلا مش غالي بجد والله. ايه بقى اللي انا اصرفه عليها ده؟ انت تبيعها امسك العربيه اركبها ما دام اساسياتها تعبانه وبقى الا اذا بقى عايز تعملها خلاص، يا اما ما تعملهاش يا اما تقلبها. وفي نفس الكلام برضك عشان الناس ايه، انا معايا عربيه هوندا قديمه، معايا هوندا قديمه 82 وعايزه تشد، انا هشدها وهرجعها زي الصاله. بس انا سمكري وزميلي بوهياجي وصديقي كهربائي وحبيبي قوي سروجي، فاهم؟ هنا اقدر الم عربيتي بمصاريف حلو، فاهم يا احمد؟ ليه؟ هيخدمني عشان انا بخدمه. وتتحسب برضو قبلها. هيخدمني. ما تضمنش قطع الغيار ايه والخامات ايه. لا انا مش محتاج قطع غيار. بالنسبه لي الخامات نفسها برضو يعني. لا هي عايزه حسبه برضو. ايه عايز احسبها وحاسبها انا. وحاسبها وعارف هتعمل معايا ايه. لكن هي على المصاريف اللي انا صنايعي وزمايلي وكل ده يخدمني، وبرضك بفكر ابيع خرده ولا اشدها. ايوه برضك لسه التفكير شغال. ابيعها ولا اشدها؟ ورغم ان العربيه حيه موتور ما خبطتش ولا ورا ولا قدام ولا برومه ولا الكلام ده كله. مش ده 27 كمان وجرى عليك ان كانت ضربه فيها البرومه. لا لا بقول لك ده وهم شغالين فيها بالصوصه بيشيلوا الكنب عشان ينضفوا الميه وكده. لقوا ملوش دواسه. الرجل بتتحط على الفرش الدواسه مش الدواسه. متاكله. هات بقى له حصاب وغير وقعد يلحم ويعمل دخل في فيلم تاني. هيبيع خرده بيع حلو. الخرده دلوقتي حلوه وغاليه. تمام؟ وال 100000 اللي كان هيصرفهم عليها ده انت كسبتهم على حق الخرده اللي باعها بيهم، واشتري عربيه فيرنا. فيرنا. ايوه صح. يا احمد زفرايا وشالت 100% تسلم يا رحمة 200% كمان. بس هي عايزه بقى من كل الزاويات عشان بتفحر. ايوه عايزه تصفر اتجاه واحد تسيح بفحة كده وكده وكده طول وعرضه سنبوكسي. مش انا مش عارف مكانها فين. لا لا الله يبارك فيها. راح ليش يا ميرا خطر. بجد والله العظيم صدق بالله لا اله الا الله. اتنين وكسور داخله على ثلاثه. انا فاكرها اتنين وكسور داخله على ثلاثه. حضرتك امك يا احمد لما تمسك ماشي تروق عليا. تروق عليا وحضرتك امك اقول لهم ده النائب بتاعي. والله انت عسل يا صاحبي. تسلم ايدك. انا معايا الرفرف كده ولمع لك انا العربيه دي عادي لو انت هتروح تعمل حاجه في الجاك. الله يبارك فيك. ما الجاك مخلينا عشان يجي المعاين عليه. ماشي وانا لمع لك العربيه عادي. خلاص انك تظلم ولمعها لي. ربنا يوسع عليك يا صاحبي. انا على الليل الثانيه ديت؟ يا عم الله يبارك لك والله. يا ريت يا صنايعي بالله عليكم يا جماعه نفهم بقى مع بعض ونستفيد من بعض. ايوه الاصطدام دي كان ليها طريقه خاصه يعني. ما هي ولا الثاني ولا الثالث، هو الاولاني لحد المتر. الاولاني هتزعلني في حاجه؟ مش هيلمع معايا هيقول لي لا عشان ما تلسعش. والجو حر والكمبان سخن. احسن وافقه تلميع وهي المكنه بطيئه. لا ليه؟ اما تكون حالق بقى نظبط. حالق نظبط يلا ماشي. اقول ايه طيب؟ قول لي اقول. هو اللي انت زي ما انت شغال فعلا بتاع ده الاكسترام مش محتاج سرعه عليه. الاكسترام سرعه المكنه الاولاني. ثلاث. الله يبارك فيك.
صاد بقيه العربيه الثاني ممكن الثالث، اكتر من كده انا ما انصحش اي صنايعي عن المكنه الحرمانيه. وجربوا وقولوا لنا، قولنا في التعليقات عملت معاكم ايه والنتيجه ازاي. والبلاستيك بيسخن بصراحه، ده اولاني كده اهو، الجو حر مع البلاستيك بيسخن مع الكمباوند حامي، تروح شايل البويه من على البلاستيك خالص بيلسع. نرجع بقى نقول عايزين مرمه، الحروف والحاجات دي، نرجع بقى نقول عايزين مرمه. ايوه مرمه شكلها وحش مش باينه، حاجات كده غريبه. لا احنا من الاول من حسابنا ناخد باين. ماشي يا صنايعي عسلات، تسلم يا رقص. انا بحب اي راجل صنايعي، الله يبارك، اي راجل في اي مجال اسمه صنايعي انا بعشقه، كان بقى محار، سمكري، كهربائي، انا بحب الصناعية. الله يبارك، احلى مساء عليكم يا احلى ناس. انت رايح كده متصور ولا انا بكلم الناس؟ ايوه يا ابني شغال اهو. اه والله بخاف من الاخطاء، خاف قوي من الاخطاء يا صاحبي. على وضعك يا صاحبي، اكتر حاجه بتخوفني الاخطاء. بالله على الله، ونعم بالله. ما تفكروش ان المكنه صوتها عالي كده، انا معالي، لا هي اللي صوتها فيها شربون، عايزه شربون جديد صوتها عالي. السؤال الاولاني يعني تسلم ايدك يا رجوله، الله يخليك يا صاحبي. بس الاستام كان لسه مكروه خالص، انت شايفه طبعا كان مسحوم مطفي 100% صح؟ لمع خلاص، ما خدناش دقيقة الحمد لله. تسلم، نص اتظبط ولا علمنا المكنة ولا حاجة ولا أي، ولا بوظنا ولا مرعنا ولا سلخنا ولا عملنا مخطاع. أنا ده عاملني أنبوب الكمباوند في رجلي. إيه؟ ده الواد ده من يوم الأربعاء اللي بعدها حوالي. لا كنت بديها، كنت أنا بلمع بيها سكرين. الله ينور السدولة، عليك يا قلبي. تسلم إيدك يا دولة ملك الرجولة، عليك يا قلبي. الله عليك، الله عليك، منور الشاشة يا صاحبي. حبيبي يا صاحبي، حبيبي يا صاحبي، يا نجمة اللي عملت في شوية. برضه المكنة هادية والدنيا هادية وبيس. أولاني والله، عمري ما أرفع الثاني على الاكسدمار، عمري. يا المطب، ينفع تاخد المطب على الثاني. صح. صح. الناس تشوفك من بعيد بتعمل حاجه حلوه تقلدك من غير ما تعرف، تديها النصيحه تعمل نفسك ايه نصحة عليك، ما احنا عارفين. انت بتشوفني من بعيد وتروح تنفذ من غير ما تقول لي. ليه 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 الكلام ده؟ ليه بقى؟ تقدر بقى انت تحل لي تقول لي ليه الكلام ده؟ اللوست هشام والله قال اللي عايز اقوله، يبقى بيتفرج عليك ويلقط منك ويعمل اللي انت بتعمله، تيجي انت بقى مباشر تقول له اعمل كذا، يقول لك لا يا باشا انا ما انا عارف. طب ليه بقى كده؟ الاثنين ما يتعلموش ابدا. ليه؟ مين هما؟ قول يا صنايعي. مين يا صاحبي؟ الاثنين ما يتعلموش؟ ما بيعترفش بالغلط. والمتكبر. ما يعترفش بالغلط، هو متكبر. هو هو؟ طبعا. طب هات لنا الثاني طيب. هقول لك انا. مين يا عم الشيخ؟ مين اللي ما بيتعلمش؟ مين؟ ما يتعلموش. الفرامل والنسوان. وفيها ليها. ليها. لا ما هو المتكبر جاهل. المتكبر وفي واحد تاني. انا بقول له متكبر ولا ما بيعترفش باخطاء. قال لي دي هي دي. المستحي. المستحي جدع. المتكبر. المستحي والمتكبر. اللي يتكسف يسال. ايوه. اللي يتكسف قوي والمتكبر قوي. لا اللي يتكسف يسال عمره ما يتعلم. صح. لا هو عارف قدامه فبيتحرف اللي هو يتكلم. فكده المستحي والمتكبر صح. فين الفوله؟ اللي هو يعني شايف حاجه. ما انا عمري ما سالت على حد انا ازاي. هو انا المفروض في